مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. هدنة غزة بين أخذ ورد ووعود الاعتراف بالدولة الفلسطينية تكرر تجربة أوسلو. ديفيد كاميرون غادر لبنان ونقل إصرارا دوليا على حل دائم للجنوب. تعديل التعميم 151 على الأبواب وتقاذف للمسؤولية حول توحيد سعر الصرف. ملف التفرغ في اللبنانية على بساط البحث، فهل يجتاز العقبات الدستورية والطائفية؟ أبو سليم في وضع صحي أفضل بكثير، وهذا ما كشفه نقيب الممثلين للأو تي في. الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر الموقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب، وعبر حساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وتنقلها أيضا مباشرة صوت المدى. فجأة صار كل العالم مع الاعتراف بدولة فلسطين، أو على الأقل صارت دول كثيرة تبدي استعدادها للمرة الأولى لبدء مسار الاعتراف بتلك الدولة. ولكن عن أي دولة يتحدثون؟ هل الدولة الرمزية ذات السيادة الشكلية أم الدولة الفعلية صاحبة السيادة الكاملة على كل الأراضي المحتلة عام 1967 على الأقل؟ هل الدولة الممنوعة من امتلاك جيش قوي والخاضعة لشروط أمنية من كل حدب وصوب؟ أم الدولة القوية التي تعيش بسلام مع محيطها بشرط وحيد هو استرداد الحقوق؟ هل الدولة المقطعة الأوصال بالمستوطنات أم الدولة التي تستعيد كل أراضيها لكل شعبها الذي شبع تشريدا حتى ضمن أرضه المحتلة؟ هل الدولة التي يبقى أبناؤها اللاجئون مشتتين في أصقاع الأرض، أم الدولة القادرة على استعادة أبنائها ومنح من اختار منهم البقاء حيث هو الجنسية الفلسطينية؟ هل الدولة القابلة للحياة اقتصاديا انطلاقا من مواردها الذاتية واستنادا إلى دعم الأشقاء والأصدقاء، أم الدولة المخنوقة من العدو في كل المجالات؟ طبعا الدولة الحقيقية حق كل فلسطينية وفلسطيني على الأرض المحتلة كما في بلدان الشتات. وطبعا إن آخر ما يمكن أن تقبل به إسرائيل هو اعتراف الدول بذلك الحق، وإذا ما قبلت به شكلا فستفعل المستحيل لإفراغه من المضمون ولتكرار تجربة أوسلو الفاشلة مرة ثانية بعد ثلاثة عقود. وفي موازاة جرس الإنذار الفلسطيني جرس إنذار لبناني، فالأساس استعادة أراضي لبنان وحقوقه، لا تأمين أمن سكان شمال إسرائيل. وأراضي لبنان المحتلة معروفة، ومزارع شبعة وتلال كفرشوبة جزء لا يتجزأ منها، تماما كحقوقه في استخراج النفط والغاز ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية بشكل كامل برعاية رئيس جمهورية جديد يفترض أن ينتخب بتوافق وطني يبنى على الدستور والميثاق ويترجم في مجلس النواب، لا بجلسات سفراء أو بجولات مفادين. مفادون غادر من بينهم اليوم وزير الخارجية البريطانية مفسحا في المجال أمام وصول نظيره الفرنسي، ثم جان إيف لودريان، وربما بعدها أموس هوكستين الذي التقى في الساعات الأخيرة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب. قبيل بدء زيارتها السابعة إلى المنطقة منذ بدء حرب غزة، باربرا ليف في سلسلة مواقف من التطورات الراهنة، ماذا عن الحدود اللبنانية؟ ماريا يمين والتفاصيل. السعي الدبلوماسي مستمر لمنع توسع النزاع على الحدود بين إسرائيل وحزب الله عبر المبعوث الأمريكي أموس هوكستين. هذا ما أكدته مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف خلال مقابلة صحفية افتراضية مع مجموعة من الصحفيين قبل بدء زيارة إلى المنطقة هي السابعة منذ بدء الحرب في غزة. فمن خلال تجربة ليف التي قضت معظم حياتها المهنية في المنطقة كما روت، لا شيء يشبه التحديات التي نواجهها اليوم فيما
يخص توسع نطاق النزاع. ليف التي أشارت إلى أن وتيرة العمليات العسكرية على الحدود تصاعدية على الرغم من أن إسرائيل وحزب الله قد لا ينويان توسيع النزاع، اعتبرت أن رسالة الأخير واضحة إذ يرفع وتيرة هجماته ويخرق الحدود معتديا على الخط الأزرق حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة، مما يؤثر جديا على سكان شمال إسرائيل. أما داخل غزة وفي الوقت الذي أكدت فيه ليف أن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى لا يزال في مرحلة التفاوض، نفت وجود أي نية لدى إدارة الرئيس جو بايدن لخفض شحنات الأسلحة لإسرائيل، قائلة بصريح العبارة: الإدارة الأمريكية لا تفكر في هذا الأمر، فضمان عدم اتساع نطاق الحرب بين حماس وإسرائيل هدف معقد جدا نظرا إلى الأفعال المهددة للاستقرار من قبل وكلاء إيران في المنطقة كما قالت. أما الأولوية على المدى المتوسط فهي التركيز على تحسين الوضع الإنساني وضمان إطلاق جميع الرهائن والتأكد أن هذا الأمر لن يتكرر نهائيا سواء للإسرائيليين أو الفلسطينيين، بالإضافة إلى النظر إلى كيفية بناء أسس دولة فلسطينية بشكل طويل الأمد. وربطا بتحسين الوضع الإنساني في غزة المتزامن مع وقف تمويل الأونروا، رأت ليف أنه لم يكن هناك حل سوى ذلك وسط الاتهامات الموجهة إلى أعضاء المنظمة بالمشاركة في أحداث 27 الأول، وهو أمر رهيب على حد تعبيرها، بانتظار الحصول على تقييم مستقل في هذا الخصوص. وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون تحدث للنهار عن الرسائل التي نقلها للمسؤولين الذين التقاهم نافيا وجود أبراج بريطانية على الحدود. Hezbollah moving their forces north of the Litani River. It means a proper demarcation of the blue line border. It means the training up and the use of Lebanese armed forces to do more patrolling on the border. And I think if we put those things together, sensitively, carefully, we can demonstrate that there's a path to peace and stability rather than a path to war. But we need to move fast. Hezbollah wants to have an escalation into war. I don't think, from what I'm told, that Israel wants an escalation into war. But what you do hear from the Israelis is that they've got 80 to 100,000 people who've had to move out of their homes in northern Israel. They need to move back to their homes, and for that you need greater security. And I'm sure people in Lebanon would say the same thing. So there is a need for this diplomacy. There's a need for this movement of Hezbollah and Lebanese armed forces and the strengthening of UNIFIL. There's a need for all these things. They are fixable. I think a ceasefire in Gaza would be a very good thing if we have a pause, which we're arguing for now, a pause in the fighting so we can have hostages released, we can get aid in, and then we try and turn that pause into a sustainable ceasefire. That would be a very good thing. Will that automatically change everything here? It provides greater opportunity for diplomacy, but I still think that for stability and security, we'll need the Hezbollah forces to move away from the border, because at the moment it's not possible for Israeli families to return home in the north of Israel, just as it's difficult for Lebanese families in the south of Lebanon. So what we need is a more stable border with Hezbollah away from the border, Lebanese armed forces with greater responsibility for the border. That, I think, is a more stable situation. وكان كاميرون أنهى زيارته إلى لبنان بجولة على قاعدة رياء الجوية العسكرية في البقاع، حيث رأى أن عمل المملكة المتحدة ولبنان معا بشكل وثيق لتوفير التدريب لأفواج الحدود البرية الأربعة. وأكد كاميرون من جديد على الشراكة طويلة الأمد والفخورة مع الجيش اللبناني، كما وأعلن عن دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني والذي تجاوز الآن 100 مليون جنيه استرليني منذ عام 2009. كما أعلن وزير الخارجية عن تمويل جديد بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني من المملكة المتحدة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصندوق الإنساني في لبنان، وأعلن عن مساهمة أخرى بقيمة 2.6 مليون جنيه استرليني لدعم تعليم الأطفال الأكثر ضعفا من خلال شبكة من المراكز المجتمعية للأطفال الغير ملتحقين بالمدارس كجزء من تمويل الصندوق الائتماني للتربية، دعما لقطاع التعليم في لبنان التابع لمنظمة اليونيسف ووزارة التربية والتعليم العالي.
بالعودة إلى الملفات المحلية، أفادت معلومات الأو تي في عن تعميم جديد مرتقب لمصرف لبنان في الساعات المقبلة، يعدل مضمون التعميم 151 ويسمح بسحب 150 دولار شهريا والباقي على أساس 15,000 ليرة. في الانتظار كيف سيؤثر توحيد سعر الصرف على الحركة الاقتصادية، وهل يذهب مصرف لبنان بهذا الاتجاه من دون قوننة الموضوع؟ بعد مني اكيد انه مصرف لبنان هو رح يتولى هذه العمليه. بتعرفي حضرتك كان في محاولات انه المجلس النيابي يتولى هذه العمليه، لكن المجلس النيابي فضل يكون الموضوع خارج اطاره. بس بهذا الموضوع انا بعتبر انه لا، كان المفروض المجلس النيابي يتحمل المسؤوليه، لما فينا كل واحد يعني اذا بدك يعني يبعثها لعند الثاني. الحكومه كذلك يبدو انه كمان هي متردده تاخذ هذا القرار. بس في شيء لافت اليوم صار انه الضمان الاجتماعي اعلن انه سعر الصرف الاشتراكات للرواتب اللي هي بالعملات الاجنبيه اصبحت 89,500، وهيدي اشاره لانه الدوائر شبه الرسميه بدات تعتمد هذا السعر كانه سعر صرف رسمي. طبعا هذا بيعمل شويه اشكاليات هلا فينا اذا بدك نحكي عنهم كمان، يعني وحده منهم على سبيل المثال لما بيصير سعر الصرف الرسمي 89,500 وما صار في تحديد لسعر الدولار المصرفي اللي بنسميه يعني السحب من الودائع الدولاريه، اذا بقيت ما صار في تحديد لها معناتها بيصير السحب على هذا السعر، وعلى هذا السعر اكيد بده يصير في اشكال، لانه بالمبدا المودع له مصلحه صار يسحب اكبر قدر ممكن من الاموال طالما السعر تقريبا بدون هيركات على لبنان. هي المشكله مش عند المصارف، يعني المشكله عند مصرف لبنان، لانه السؤال لازم نقلبه ونقول هل مصرف لبنان مستعد يكبر الكتلة النقدية ويعطي المطلوبات للي عنده للمصارف بالليرة اللبنانية ليدفعوا الودائع، لأن احنا نعرف انه ودائع المصارف موجودة بمصرف لبنان، يعني عندهم تقريبا 85 مليار دولار موجودين بمصرف لبنان، وبالتالي هل هو ممكن يبيعهم يعني يعطيهم دولاراتهم على سعر الصرف الرسمي 89,500 ليرجعوا يعطوا المودعين؟ أنا بشك بهذا الموضوع، لأنه إذا عمل هيك معناته هو عم يفرض سعر الصرف وعم يروح لمطرح ثاني. ومثل ما بعرف أنا انه الحاكم بالانابه الدكتور وسيم منصوري حريص جدا على نقطه سعر الصرف انها تضلها ست، وبالتالي اذا ما يعني اذا ما عنده النيه لهذا الامر وما عنده مصلحه بهذا الامر بشك انه يكون بده يعطي المصارف الاموال الكافيه ليدفعوا للمودعين بالليره اللبنانيه على سعر صرف 89,500، وبالتالي بنكون قدام اشكاليه، يعني اذا المصارف ما قدروا يعطوا لانه مصرف لبنان ما اعطاهم بنكون عم نرجع نخلق مشكله بين المودع والمصرف من دون ما يكون لها حل. اذا كان في اتجاه لتكبير الكتله النقديه ومد المصارف يعني مدهم بالدولارات بواسطه بتحويلها الى لبنان على 89,500 معناتها نحن رايحين على 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 سعر صرف بده يرتفع بشكل كثير كبير. اما اذا كان في تحديد لهذا الامر من دون ما يكون في كابيتال كنترول، بمعنى اخر انه اذا كانت المصارف او مصرف لبنان يمكن يوعز للمصارف، وهذا ممكن من الاشياء اللي برجحها انه يمكن قد يوعز الى المصارف من دون ما يكون في تعميم رسمي لحتى ما يكون عمل كابيتال كنترول بوضع سقف محدود للسحب على 89,500، بما يعني بدل ما يكون المودع عم يسحب بما يوازي 1600 دولار بالشهر بصير يسحب 250 دولار بما يوازي 250 دولار بالشهر على 89,500. بهذه الحاله بيكون التاثير طفيف، يعني ما له تاثير كثير كبير على سعر الصرف. وانا برجح انه نكون بهذا الاتجاه، نحن مش ممكن نكون باتجاه انه نكون عم نفلت السعر وعم نطبع عمله وندفع للمودعين على 89,000، لانه بنبلش اليوم بالدفع على 89,000 بننتهي بعد شهر او شهرين عم ندفع صرنا على المليون يمكن وعلى الاكثر والسعر بيكون فلت. ما بتصور انه في حدا عنده لا النيه ولا الاراده انه يتجه بهذا الاتجاه، بعتقد انه رح يصير في تحديد للسحب بطريقه يضله سعر الصرف مضبوط. تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية على طريق الإقرار وفق أي صيغة، وما هو موقف الكتل المعنية؟
تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية على طريق الإقرار، فبعد طول انتظار تشير المعلومات إلى أن ملف التفرغ أصبح جاهزاً للعبور من وزارة التربية إلى مجلس الوزراء بعد عملية ترشيق تضمن تأمين التوازن الطائفي مع مراعاة حاجات الجامعة كمعيار أساسي، ما يجعل العدد المزمع تفريغه هذا العام قريباً من ذاك الذي أقر عام 2014، أي حوالي 1200 أستاذاً، علماً أن عدد طلاب الجامعة اليوم يبلغ حوالي 65 ألفاً يوازي ما كان عليه عددهم في العام الدراسي 2013-2014. موضوع ملف التفرغ هو القرص الملف لعند معالي وزير التربية بقلب عدد من الأسماء. هلا المعايير اللي اعتمدت لنكون صريحين هو له علاقة بالشفاء، يعني بحاجة الجامعة للأساتذة والاختصاصات اللي بتحتاج الجامعة، هذه واحدة من المعايير الأساسية. التفرغ هي حاجة للجامعة ومش حق، هو حاجة للجامعة، الجامعة بحاجة لتفرغ لأن في عدد كبير من الأساتذة تقاعدوا منذ 2014 لعام الدراسي 23-24-25، بنهزوا 1000 أستاذ، 950 أستاذ تقريبا. هؤلاء الأساتذة اللي تقاعدوا مفروض يتأمن البديل عنهم متفرغين. اليوم الملف كل العمل اللي عم بيصير ليتم إقرار الملف بأسرع وقت ممكن. كل ملف التفرغ الأساتذة اللي محطوطين فيها هني أساتذة بني على الأشياء اللي طلعت من الكليات، يعني من مدير الفرع لعميد الكلية لرئاسة الجامعة، ما في أسامي موجودين مش موجودين بلبنان. هذا الحكي غير دقيق، إذا في شيء اسم مش موجود هذا لأن الإدارة طلبت أن يكون هول أسماء، يعني هو بني الملف على المتعاقدين بال 2021-22-22-23. الجامعة اللبنانية مستمرة بكل الجهد، والإدارة كلها عم تشتغل لنحسن كل الأوضاع بالجامعة، بالأوضاع اليومية لطلاب الجامعة اللبنانية بطريقة الحال الأساتذة والموظفين، لنقدر ننهض بهالجامعة كلنا سوا. الجامعة اليوم مضت عام دراسي 2022-2023 بدون أي تعطيل، وإن شاء الله بالعام دراسي 23-24 كمان بيكون في تعطيل. وبقول بس أنه الجامعة اللبنانية بتصنيفاتها العالمية ثبتت أنه هي رقم صعب. وكمختلف الملفات يبقى ملف التفرغ محور انقسام من مختلف الأحزاب. ملف التفرغ لازم يوصل لخواتيمه، لأنه في كتير أساتذة متعاقدين من سنين ناطرينه. في معايير محددة لازم تحترم. أول معيار هو حاجات الكليات للدكاترة لحتى يكون عندهم ساعات يقدروا يعلموها ويستفيدوا منها الطلاب. في معيار كمان مهم يكون يلي مستحق التفرغ لازم يحصل عليه. وفي كمان معيار التوازن يلي لازم يحترم تما نرجع نوقع بالمشكلة يلي وقفت هذا الملف من سنين عديدة. في معيار مهم كمان هو يلي طالب التفرغ لازم يكون متفرغ لحتى اللي يعطي الكور تبعه بالجامعة، ما يكون خارج البلاد وما يكون ما بده التفرغ ولكن عم نحط اسم بس لحتى اللي نزيد العدد، إن كان طائفيا أو مذهبيا أو غيره. إذن حاجات الكليات ضرورية، توازن ضروري، والتفرغ والحضور بقلب الجامعة وأعطاء الكرات للطلاب هن المعايير يلي عم نطالب فيهم كتيار وطني حر. إذن يبقى ملف التفرغ خطوة في طريق الألف ميل في سبيل استنهاض الجامعة اللبنانية التي تعاني على كافة الأصعدة. فهل يعبر الملف بصيغة سليمة ممر المناصفة؟ وماذا عن مصير الملف في ضوء إشكالية تصريف الأعمال؟ جبران باسيل، الممر الإلزامي لفرنجية إلى بعبدة في أسرار اليوم. جدد أحد المقربين من الرئيس نبيه بري الإشارة إلى أن جبران باسيل هو الممر الإلزامي لسليمان فرنجية إلى بعبدة. تؤكد الإحصاءات التي يجريها دورياً حزب مسيحي عريق أن النبرة العالية التي يعتمدها رئيسه لا تحقق له أي نقاط إضافية صلبة على مستوى الرأي العام. يشكو مرشح نيابي غير مسيحي من حلفاء 8 أذار في البقاع الغربي من التعاون الخدمات القائم بين الثنائي الشيعي وخصومه السياسيين.
تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون اللواء اللوجستي في ثكنة يوسف الأسطك فرشيمة، حيث التقى الضباط والعسكريين واطلع على سير العمل في مديريات اللواء وأقسامه ولا سيما المعامل والمصالح المستحدثة، واستمع إلى إيجاز حول مهمته وخطط تحديثه، وشدد على أهميته اللوجستية ودورها الفاعل خصوصا في أوقات الأزمات، وتوجه إلى العناصر بالقول: يواصل اللواء اللوجستي تطوره رغم الظروف الصعبة التي نعيشها بفضل الإرادة القوية وحس المبادرة والتخطيط السليم، كما أشاد بالجهود التي يبذلها العناصر رغم الصعوبات من أجل تعزيز قدرات الجيش، لافتا إلى أن النجاح نابع من الإرادة وأن الحروب تخاض بالسلاح لكن الانتصار يكون بالرجال. بعدها انتقل إلى مديرية التأليل حيث زار غرفة إدارة الشبكة والنظم ومركز للمعلومات واطلع على سير العمل في المديرية ومشاريعها المستقبلية. وقال العماد عون: أنتم عصب الجيش، أهنئكم على الإنجازات التي حققتموها ضمن الإمكانات المتوافرة على مدى السنوات الأربع الماضية خلال إحدى أسوأ الأزمات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، وهذا دليل على إيمانكم بلبنان والمؤسسة وعلى ما تتحلون به من إبداع في تحويل الأزمة إلى فرصة، فلا وجود لكلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء. الوطن مسؤوليتنا والجيش هو صخرة لبنان وأنتم صخرة الجيش، فكونوا دائما على قدر المسؤولية. فاصل قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. بعد تضارب المعلومات حول حالته الصحية، الأوتيفي تسأل عن أبو سليم، والتفاصيل في تقرير لجاد جابر. أبو سليم في المستشفى. تضاربت المعلومات في الأيام القليلة الفائتة عن صحة الممثل الكبير صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم، وذلك بعد الأنباء عن دخوله إلى المستشفى. فما هي حقيقة هذه المعلومات؟ زميلنا الفنان صلاح تيزاني أبو سليم تعرض لوعكة صحية ببداية الأسبوع، اضطرينا ننقله على المستشفى. طبعا نقله على المستشفى أخذ وقت كتير، لأنه أولا أخذناه على مستشفى المقاصد ومن ثم نقلناه على مستشفى رزق. هلأ وضعه الصحي كتير مستقر وكتير أحسن، وهي الإشاعات اللي طلعت يعني نحن بننفيها نفيا قاطعا، يعني حرام. بدي أقول للناس يعني ما يتشفوا، ينطروا، معلش ما يستعجلوا ويوفوا فنان كبير مثل صلاح تيزاني. صلاح تيزاني تاريخ بلبنان، صلاح تيزاني أرز من أرزات لبنان، يعني أجيال وأجيال وأجيال تربت على أسلوب صلاح تيزاني، زرع بنفوسهم الحب والفرح والسعادة. اليوم بالذات وعي منيح، عرف كل واحد حواليه، عرف مرته، عرف بنته، عرف الزغلول، عرف الدكتور جوزيف الحلو اللي زاره، كلهم بالأسماء وحكى معهم. وضعه كتير عم يتحسن، اليوم أحسن من امبارح وبكرة إن شاء الله حيكون أحسن من اليوم. النقابة طبعا وقفت معه من أول لحظة كان صارت عنده الأزمة الصحية، من أول لحظة تابعتها. وحتى زميلنا سعد حمدان بقي معهم من المستشفى لمستشفى للساعة 11 بالليل. فمثله مثل أي زميل نحن عنا بالنقابة بيتعرض لوعكة صحية، النقابة بتكون حده بقدر المستطاع وبكل قوتها. إذن أبو سليم في حالة صحية مستقرة، عسى أن ينعم كل من رسم الفرحة من كبار الفن في لبنان بصحة جيدة وطول العمر. رعى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين المؤتمر البيئي الثالث حول ريادة الشباب في مواجهة التحديات المناخية في بعلبك بحضور فعاليات اجتماعية وشبابية. ياسين أكد في السياق: أننا كبيئيين مهتمين جدا بالوقوف إلى جانب أهلنا في الجنوب من النواحي الوطنية الإنسانية والبيئية والعيش الكريم بالعمل على خلق تضامن وطني وضمن خطة طوارئ رسالة، لأن ما يتم حرقه الآن سيتم زراعته. لازم نشتغل الآن على إضافة شيء آخر، يعني من نضيف هلأ صرنا طبقة جديدة من العمل، لاير، طبقة جديدة من العمل اسمها كيفية العمل المناخي. بطل فيه اشتغل فقط على الزراعة واشتغل على إدارة النهر الليطاني واشتغل على كيف بدي أعمل محمية اليمون يزبطها أكثر، صار بدي يضيف طابق آخر من العمل أو مستوى آخر من العمل له علاقة بكيف بدي خفف من التغيرات المناخية على المنطقة، وهذا بده شغل وعمل وتعاون مشترك بين الإدارات
وبين الجمعيات وبين المزارعين وبين القطاع الخاص. والآن إلى فصل إعلاني. والختام كالعادة مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة بولين عون. مساء الخير. طقس متقلب وماطر أحياناً عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وبيستمر للأيام القادمة. جونا لبكرة غائم إجمالاً ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. منبدأ من الشمال وعكار عم بتسجل 15 درجة، طرابلس 16، العاصمة بيروت 15 وصور أيضاً 15 درجة. ننتقل لبعلبك 8، اللقلوق 3 درجات، زحلة عم بتسجل 10 وجازين أيضاً 10 درجات. نسبة الرطوبة ساحلاً مرتفعة بتوصل لل 80%. الرياح السطحية جنوبية لجنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار السبت والأحد جونا غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. بتتسقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع أنه تشتد أحياناً وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. أما السلوشفة على ارتفاع 1300 متر وما فوق ودرجات الحرارة مستقرة على 15 درجة لنهار السبت أيضاً لنهار الأحد. لنهار التنين جونا غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات. الرياح ناشطة خاصة بالشمال، بتتسقط أمطار متفرقة مع انفراجات خلال النهار، أما السلوشفة على ارتفاع 1500 متر وما فوق ودرجات الحرارة بترتفع ل 16 درجة. لنهار الثلاثة جونا بيتابع غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، بتتسقط أمطار متفرقة، درجات الحرارة بترتفع ل 17 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة تصبحوا على خير. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.